السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشرح الفوتوشوب اليوم، درس مهم جدا. أول شيء شلون نفتح ملف نيو فايل. أوكي، ريسنت هي الملفات اللي فاتحينها مسبقا. أوكي، أي فور أو أي إن كان أو كوستمايز، نروح مباشرة أكو شيء اسمه عندنا كوستمايز، أو إحنا منا نحدد القياسات، نضغط بيكسل إنش سنتيمتر مليمتر إلى آخره، ونحدد القياسات اللي نريدها بالضبط. حددها بالإضافة إلى تحديد ريزوليشن اللي هي مثلا قد 500 600 700 بالريزوليشن اللي تعجبك، وتحدد بكسل سنتيمتر إذا كان سنتيمتر فوق، وإذا كان إنش بكسل إنش، وهكذا. دائما نختار 16 بت، 16 بت RGB كولور. والألوان هنا الخلفية شنو نريدها، الخلفية اللي راح تنفتح يا لون بالضبط نريدها، بلاك وايت أي لون يعجبنا، نعطيها إنشاء. أوكي، هاي فتحت عندنا لوحة العمل. او نرجع مرة ثانية نيو او كترال ان، نرجع مرة ثانية. عندنا هنا فوتو، هاي يعطيك انواع من الفوتو اللي تستخدم باغلب المشاريع. اكو سيف اللي هي تسيف من قبل البرنامج اللي احنا نسيفها، او نستخدم برينت. البرينت عندنا انواع اي 3 اي 4 اي 2 اي 0 بي 4 بي 3 اي الى اخره، فنستخدم احنا اغلب الاحيان اي 4 او اي 3. ونفتح ايضا ونطلع ريزولوشن المطلوب، وكذلك لون الخلفية والابعاد المضبوطة. اوكي، ونفتح الملف. اوكي، فتح عندنا الملف. هذا الملف اول ما يفتح يكون دائما ماذا، مقفول، وين في جهة اللايرات يكون مقفول هكذا، نضغط عليه ينفتح، او نضغط على اللاير نفسها ونضغط على المفتاح هذا اللي هنا على القفول فتنقفل الملف. اوكي، هاي واحد من الامور. او نفتح ملف نعطي open اذا كان عندنا ملف معين موجود، اذا كان عندنا ملف معين موجود بلان فوتوشوب بي اس تي على سبيل المثال، اي ملف جاهز منه نقدر نفتحه احنا في حال كان متواجد، نعطي ابديت او نو ابديت انه يحدث لك العناصر الموجوده. تمام. هسه اوكي، هاي فتحنا عنصر احنا موجود مسبقا احنا مشتغلين عليه. هاي وحده من الامور اللي نفتح بيها. ايضا بامكان انه نفتح ملف بي دي اف، نقدر نفتح ملف بي دي اف. احنا ينطيك انواع الامتدادات اللي ممكن احنا نقدر نفتحها، اي بي سي اللي هو ممكن تصدره من الاوتوكاد، جي بي جي الى اخره. ملف البي دي اف اللي نحكي عنه اللي ممكن انه نقدر اي ملف بالضبط سحبه هكذا ونشمره، وين هنا نشمره على هالواجهه، على هالواجهه او نشمره على هذا السلايد منه، يعني بهاي الطريقه سحبه بهاي الطريقه ونشمره هنا على هذا الاطار. اذا اردنا نفتح ملف ثاني على هذا الاطار على مود مين فتح داخل هذا الفضاء ونشمره هنا. اوكي، هنا نحدد الصور اللي نريدها نفتح. كترول تضغط 1 2 3 4 5، تظل كترول وتظل ضاغط عليهن 1 2 3 وهكذا، او تضغط بس على الاولى تنطي فتح. يعني انت الطريقتين، يا اما تضغط على الاولى والثانيه بالكترول، تظل تضغط كترول وتفتحهم وهكذا، وراح ينفتحون اكثر من ملف، يعني يفتح لك الملفات اللي انت تريدهم تنفتح هكذا. تمام، هاي تقدر تضغط عليها وبالموف اداه الموف ونحركها بهاي الطريقه. ايضا نقدر نضغط على الاطراف مالتها على مود نحرك الابعاد مالتها، نضغط على الاطراف مالتها فتت فينفتح هاي لستة الاعدادات هاي، نضغط على هذا القفل ونضغط على هاي الاداة منها من الاطراف مالتها ونغير هكذا بالابعاد بحيث تصغر. في حال انه هاي مقفولة نضغط شيفت ونضغط على الطرف، واحنا نضغط هيج ونسحب شيفت، نضغط ضاغطين ونسحب على مود لا تتغير الابعاد. هنا الغاء هنا. اوكي تمام، هسه ما عندنا مشكلة بيها. فتح صورة ملف. تمام، يعني في حال انه ملف بي دي اف نقدر نفتح. سيف مفهومه طبعا، سيف او سيف از، سيف انه نسيف الملف نفسيته هذا، او سيف از. سيف از يعطيك انواع من الملفات اللي هي هاي، تكون ويب او بي ان جي او فوتوشوب او جي بي جي او اي تي اف او فوتوشوب. اغلب الاحيان احنا نسيفها بدقتها العاليه جي بي جي او بي ان جي من خلال سيف از، او سيف كوبي، عندك سيف از كوبي، سيف از كوبي
ايضا نفس الوضع، سيف اس كوبي، هاي الطريقه تعطيك كل الامتدادات اللي ممكن تريد سيف بيها، بي ان جي، جي بي جي، تي اي اف الى اخره. تمام، هاي واحده من الامور، هاي خلصنا من عندها. نرجع نفتح او بدون فتح ملف، نروح على ال على هاي ال نفتح لنا فد ملف جديد، هذا الملف اوكي الدقة مالته هكذا. اول شيء نفتح القفل من عنده، تمام، نروح على الايديت هذا على الايمج، وروح على ايمج سايز، نغير شنو الاعدادات مالته، يا اما نغير الابعاد مالته اذا نريد نغيرها نكبرها، على سبيل المثال نريدها 20. هنا اذا بقى هذا مقفول الربط راح تتغير، كل ما اغير 20 هنا اخلي مثلا 40 راح يتغير تلقائيا هنا، والبكسل احطه مثلا 200 اعطيه اوكي. اوكي بهاي الطريقة هو هسه راح يكبر لي الملف، تمام، هسه كبر لي الملف، هسه انتهينا من عملية تكبير الملف. اكو فد شيء اسمه ريزوليوشن، ريزوليوشن هاي اقدر اغير الاعدادات مالتها، يعني انه الدقة مالتها تزداد من ايمج نفسه، يعني ضفت من ايمج هنا الريزوليوشن مالته غيرت اللي هو الى 200. اوكي نقدر نغير من عندنا الادجستمنت، الادجستمنت من نغير بالاعدادات مالتها، او نقدر من يعني نضغط عليها ونضغط على هاي الكره نعطينا من الانواع برايت نيس ليفل كيرب اكسبوجر مثلا، ها تغير بالضبط، او نرجع للخلف او على سبيل المثال اكسبوجر. هاي الطريقة يعني نقدر نغير احنا بالالوان وهكذا. نرجع مرة ثانية عندنا level vibrance، كلن هنا الاعدادات الفلاتر، يعني كل الفلاتر اللي ممكن تزيد من دقة الصور هاي هنا، فوتو فلتر مثلا، كل الفلاتر اللي نحتاجها هنا موجودة. تمام تمام هسه اوكي عملية اضافة الصورة واضافة وزيادة الدقة مالتها عرفنا من نزيدها. ايضا نقدر نقول اوتو كولر اللي هو يضيف لك الالوان تلقائيا، واوتو كونتراست ايضا، وايضا عندنا اوتو تون يضيف لك التون المناسب لها، يعني شيء تلقائي. تمام هاي خلصنا منها، او هاي الصورة نفسها في حال عندنا صورة من الفوتو هذا نجيبها من رفيد لو لومن او غيرها، نجوين مباشرة على فلتر، فلتر طبعا نضغط عليها وفلتر وكاميرا رو، من كاميرا رو راح تنفتح لي الاعدادات هنا. هذا التحكم جدا مناسب للكاميرا رو، يعني انت تقدر تتحكم بيه بالشكل اللي تريده، لذلك يسمونه بوست برودكشن. انا انصح الذول يستخدمون بالاضافه الى الديتيلز، الديتيلز في حال انه ضفنا الدقة بشكل مو طبيعي انه عندنا هنا شنو هو النويز، النويز راح يقللها، يعني يخلي فد نعومة، يخلي فد نعومة بالشكل. اوكي هاي خلصنا، هاي الشغلات اللي يزيد من دقة شنو هو الصورة، يعني انا اللي انصح بيها اللي هي هاي من الاداة اللي هنا من بلشن لحد الكولور، هاي كلها عبارة عن انه تضيف دقة للصورة بالاضافة الى ايمج من ايمج سايز، وايضا الاوتو تون اوتو كونتراست اوتو كولور، وكذلك فلتر من كاميرا رو. هاي هي الامور اللي تساعد على زيادة دقة الصورة، هاي انتهينا من عندها. هاي الصورة عندنا احنا اوكي، هاي الصورة اريد نتحكم بيها، اريد نضيف مثلا صورة فوق صورة على سبيل المثال. هسه انا عندي مثلا هنا مثلا هذا الشخص، طبعا الصورة نجي نسحبها، نسحبها في هذا الشكل، نقدر نفتحها، نفتحها بالسحب والإفلات فوق، فتنفتح الصورة. تمام، أو منا نعطيها open، نضغط عليها نعطيها open راح يفتح للصورة بهذا الشكل. أقدر أتحكم بها لأن شنو هي PNG، انا اذا نزلت صوره من الانترنت بي ان جي بهذا الشكل تنفتح اقدر اتحكم بيها، او على سبيل المثال اي يعني، او على سبيل المثال انه الخلفيه، هاي الخلفيه انا اريد اضيف لون، او على سبيل المثال هي كانت لون، نضغط على لير نفسيتها
سولت كولر، اوكي اللون الابيض. اوكي نجي عليه نسحب للاسفل بهاي الشكل، تمام. كليك ايمن، العفو يعني نحددهم اثنين هم، يعني الشيفت شيفت، نضغط على الاولى وبالاخير كليك ايمن ميرج لايرز. هسه صار عندي هاي جي بي جي، اوكي هاي جي بي جي اريد ارجعها بي ان جي، عندي صوره جي بي جي اريد احولها الى بي ان جي، شلون احولها الى بي ان جي او شلون الغي الخلفيه؟ احنا في هواي مرات انه نحتاج ان نلغي الخلفيه. اوكي نجي على ما الاداه هاي ماجيك، الاداه اسمها ماجيك باك جراوند ارسر تول، نضغط على اليمن هاي الطريقة. إذا أرد أحذف أنا أجزاء، أنا أجزاء أريد أحذفها، على سبيل المثال هنا في الجزء أنا أريد أحذفه، أوكي؟ بهاي الطريقة، أو نرجع للخلف كترول ألت زد. للخلف إذا أرجع كترول ألت زد، أو بهاي الطريقة هنا من الهيستوري، هيستوري مرات ما نلقيها فنجي على الويندوز، نلقى الهيستوري هنا. الهيستوري بالإتش، هيستوري، نضيف عليها صح فتنضاف هنا، تمام؟ نرجع للخلف، تمام. هاي اذا في حال انه نريد نلغي جزء معين، اما اذا نلغي الخلفيه نهائي فماجيك ارسر تولز نضغط عليها فراح تنحذف نهائيا، فاصبحت شنو الصوره عباره عن شنو جي هذا بي ان جي والخلفيه فارغه، وهاي نقدر نتحكم بها. طبعا هذا الملف هسه انا هذا نفسيته اقدر اسحبنه الى اي عنصر من العناصر المفتوحه هنا بهاي الطريقه، اقدر اسحب الى اي عنصر من هاي العناصر اللي مفتوحه هنا، تمام تمام. هاي خلصنا من هالفقرة. في حال انه اريد اني يعني اغير مثلا هذا لون الوجه، هذا لون الوجه اريد اغير بيه، او اريد احدد مثلا لون الشعر، او هذا اللون مثلا اريد احدد هذا الشكل، هذا القميص حسب اللون، حسب اللون من العفو select color range نضغط عليه، اقول انا اريد هذا اللون، وانطيه القوة مالته انه اريد اقوي لي بهذا الشكل، وانطيه اوكي. راح احدد له بهذا الشكل، اوكي ممكن ما يجي بشكل ملائم، لكن في حال انه عندي انا كانت يعني فد الوان معينه، على سبيل المثال لو جينا على هذا التشكيل اللي هو شنو اسمه؟ ريكتانجل تولز، ريكتانجل تولز، فعندي فد شكل، العفو لازم نحوله الى شيب بهذا الشكل، هذا فد لون معين عندي، اوكي، وهذا ايضا نفسيته، تمام، وعندي فد لون اسود. بهذا الشكل، فأنا أريد أختار عن طريق الألوان، أوكي، أنا ما أريد أجي لهنا، أريد أختار قبل لون، يعني الألوان اللي متكررة بالشاشة، منين؟ من تايب، العفو من سيلكت، تضغط هنا على أي لون من الألوان، هذا على أي لوحة من اللوحات الموجودة باللاير، وتعطيك كولر، وتقول له مثلا هذا أريده، أو هذا أريده، أوكي؟ راح يحدد لك شكو، أنت هذا مثلا ما تحتاجه، أنا هذا ما أحتاجه، أريد ألغيه، فأروح وين؟ على ريكتانجل، اما ريكتانجل او روح على هاي الاداة الثانية ونختار منها اللي بالمنتصف بوليجون سلايسر، ونختار منها ماذا؟ هذا الشكل اللي هو الاستثنائي، فنضغط بهذا الشكل، نسحب للاسفل، هاي الطريقة، اوكي، بقى عندي بس هذا الشكل محدد. طريقة التحديد، احنا خلينا نشرح طريقة التحديد، طريقة التحديد نستخدم هاي الاداة، يا اما هذا الجزء اللي هو جزء واحد، في حال انه سويت جزء ثاني راح يختفي اللي قبله، هاي الطريقة يعني. أو اللي أكثر من لاير تقدر ترسم، مثلا إذا عندي هذا اللاير أقدر أرسم لاير بصفه، أو أقدر أرسم لاير من الداخل بحيث يفتحهم مع بعض بهذا الشكل، وهذا طبعا الشكل هسه اللي أني أقدر ألوننه، يعني أقدر أضيف له فد لون، واللي هو بيكون منين؟ من الألوان اللي هو هاي الأداة اللي هي بها جراديانت، من البينت بوكيت، بينت بوكيت اللي هو عبارة عن سطو، نجي منه نختار اللون، اللون هنا. هذا اللون هنا او هنا، الطريقه اللي تعجبك، تقدر تضغط وين؟ على اللون نفسيته، راح تنفتح لك اللسته او تجي منها تغير، فنختار اللون اللي احنا نرغب به ونغير منه بالاعدادات ونعطي اوكي ونجي نضيف اللون هنا، راح يضيف لي اللون، تمام؟ او نجي على السلكت نفسها، هذا في حال انه اذا تضيف شكل مع شكل تكوين، هنا في حال انه اريد مثلا هذا الشكل انا رسمت التكوين واريد الغي من عنده جزء، اذا اريد الغي جزء من عنده من هاي. الأداة أختار هاي الأداة وأحذف بهذا الشكل راح يحذف لي جزء من عنده، أو هذا الجزء أريد أحذفه راح يحذف جزء من عنده، أو في حال أنه أريد الرابط يعني أجزاء مع بعض، هذا في حال أنه أريد الرابط أجزاء مع بعض، يعني على سبيل المثال دول الشكلين
بهذا الشكل انه نقدر نلغي من عندهم. او نفترض هذا الشكل هسه بهاي الطريقة، اوكي؟ يعني يقتطع جزء من الشكل، يعني انا عندي هذا الشكل، هذا هسه انا عندي شكل كامل، انا هذا بطلت ما اريده، يعني اريد فقط هذا، فقط هذا اريده، فاضغط على هذا مباشر واقول له فقط هذا اريد احدده، اوكي؟ بهذا الشكل حذف لي الباقي كله، يعني مثل ما تقول شيء انفيرس، اوكي؟ او ممكن اني مثلا ما احتاج ارسم، اقول له مثلا اختار لي هاي الاداه اللي هي ماجيك وين تولز. وين تولز نجي نضغط على هذا، العفو، نجي نضغط وين، ها ما نقدر هنا نضغط، ما نقدر لان احنا محددين اساسا، ف اشوف هاي ايضا ما تقدر تضغط لان محددين على الكل. احنا نرجع على الاداة هاي نفسها ونرسم، نقدر نضغط نقطة، يعني هذا خطوط عبارة عن رسم خطوط بهاي الطريقة، نخفض، تمام، قدرنا نقفل هسه شكل ضمن شكل، شكل ضمن شكل. هاي اذا اريد نشتغل بالسلكت، او ممكن بهاي الاداه انه مثلا نحذف الباقي، احدد فس هذا فقط هذا والباقي كله انفيرس، كل راح وبقى فقط هذا، يعني عباره عن انفيرس، تمام. هاي بالنسبه للسلكت، السلكت ان الامور لازم نتاكد من عندهم انه يشتغل. السلكت هواي امور عندك، السلكت نستخدم هاي، يعني مثل الخط، عباره عن خط نضيف اكثر من لاير، عبارة عن خط خطوط معينة، مثلا اذا نستخدم مثلا بواجه معينة كذا نضيف خطوط معينة بهذا الشكل، تمام. وهاي الباقيات، يعني مثلا ها دائرة، مثلا على سبيل المثال دائرة او شكل بيضاوي، هنا شكل بيضاوي اذا ضغطنا الشيفت راح يسوي لك دائرة، اوكي. ايضا نقدر نختار من هاي الأداة البنتول اللي هي بي، نضغط عليها، نقدر من خلال النقاط نضغط نقطة هنا مثلا، نقطة هنا، نضغط عليها كليك أيمن ونقول له ميك سيلكشن، نقول له أوكي، راح يكون لي شكل، أوكي؟ يعني شكل أقدر من خلاله مثلا أجي على هاي وأضيف له فد لون مثلا، منها أقدر أضيف لون. إحنا نعرف إنه طريقتين نضيف الألوان، يا إما من البوكيت هاي السطول، أو نقدر نضيف من هاي الصوت اللي هنا. هاي هنا الأداة اللي هي اسمها سولت كولر، سولت كولر لا ننساها، سولت كولر. أو ممكن شنو هذا نفسي تهسا هذا اللي حددناه، نسوي جراديانت اللي هو التلاشي، وإحنا دائما نستخدم هاي التلاشي بهاي الشكل، فنفتح الأداة مالت التلاشي وعندنا ألوان أنواع متنوعة من التلاشي، النوع اللي نرغب به إحنا ويعجبنا نستخدمه، تمام. نطي أوكي، هنا نقدر نحدد الزاوية مالت التلاشي بالضبط، وين بالضبط احنا نريدها، السكول مالتها، يعني خد مخفف عميق كلش، وهكذا. وايضا نريده مثلا دائري، لينار، قطري، انجل، زاوية، نعطي اوكي بهاي الطريقة، تمام. او بالاحرى نقدر نقول نروح احنا على جريديانت اللي هي نفس البوكيت اللي هي اختارناها احنا منها، جريديانت نقدر نختارها، نقدر احنا نضيف اللون اللي يعجبنا بهاي الطريقة، بهاي الطريقة. وانا استخدمتها باللوجو بالشعارات طبعا بهاي الطريقة. ممكن نغير اللون منه، نضغط على هاي السهمين اذا اريد نحول من هذا اللون لهذا اللون فيصير الابيض، فنحول بالابيض هكذا. واذا اريد نغير اللونين ذني هسه عرفنا اذا نغير بين لونين بهذه السهمين المتعاكسين، او نضغط على اللون الاسود والابيض هذا راح يحولك الى اللون الاصلي يراجعك، وتقدر ترجع بهاي الطريقة وتخفف الالوان طبعا منها من الاوبسيتي، تخففها بهذا الشكل، خففها، او ممكن تختار دائما اسود وابيض، خفف هذا الشكل، تمام. اوكي هاي طريقة شغلة التلاشي اللي حكينا عنها، دائما شلون نريد اللاشي في الشكل، يعني هسه على سبيل المثال هاي الطريقة. طبعا احنا نقدر هذا الشكل هسه اللي حددناه، عفوا هذا الشكل هسه مثلا، هذا الشكل اللي حددنا، اوكي هذا الشكل. نقدر ما نشتغل على نفس اللاير، في حال انا عندي لاير معين وانا ما اريد اخرب الصوره هاي الرئيسيه، فايش اسوي؟ اقول له انشئ لاير جديد واشتغل على هاي اللاير، احدد على هاي اللاير اول شيء، يعني احدد الشكل منه، وبعدين ارجع على هاي وامشي على الجريدينت، نقول له بهاي الطريقه انه اشتغل عليها بهاي الطريقه، او انه انا اقول له ما اريد بيها خلفيه ابيض واسود، اريد ابيض واسود يعني حقيقي، يعني مو شفاف
بهاي الطريقة يصير. اوكي بهاي الطريقة. اوكي هذه شغلة التلاشي هيك نقدر نتفاعل بيها. نقدر طبعا نغير منها، قلنا مثل ما قلنا انه نقطي مثلا يصير نقطي، او يصير بهاي الطريقة، او ممكن يصير على قطري لينر يعني. يعني بالطريقة اللي تعجبك انت تقدر تسوي بيها التلاشي. تمام تمام هاي خلصنا منها. ذكرنا انه هاي السلكشن انه نستخدمها. تمام انه هاي الاداه ايضا. طبعا التحديد ايضا عندنا من الاجزاء اللي نقدر نحدد فيها واللي تساعدنا طبعا بشكل مو طبيعي، اللي هي الوجه مثلا، وجه الانسان. انا شلون احدد او انه هذا الصوره البي ان جي، هاي الصوره البي ان جي، اريد احدد جسم الانسان هذا، اريد احدد التلاشي مالته. شلون احدده؟ اقدر احدده بهاي الطريقه من الماجيك. الماجيك اقدر اضغط بهذا الشكل على كيفي، راح احدد الاطراف. طبعا تقدر تحدد النسبه كليك ايمن يعني، وتحدد النسبه او منه النسبه مالتها تحددها. تمام او تجي ترسم رسم، الرسم اللي هو طبعا هاي الماجيك تولز. الماجيك تولز تستخدم للون الواحد. الماجيك تولز هاي الاخيره تستخدم للون الواحد. على سبيل المثال هذا اللون راح يحدد لي كلين، هذا اللون كله راح يحدده. انا هسه افترض مثلا هذا اللون تلقائي راح يحدد بس هذا اللون. كترول ديليت اذا اريد نحذف السلكشن، هاي مثلا كذلك كترول ديليت نحذف السلكشن اذا حددناها، او كليك ايمن، كليك ايمن ديس سلكت. تمام نحذفها، هاي خلصنا من عندها. ايضا شو عندنا بعد؟ عندنا هاي اللي هي الكويك سلكشن. الكويك سلكشن جدا مناسبه انه في حال عندي صوره وكيرف او بها اشكال مختلفه وما نقدر نحددها بصوره مباشره. طبعا كليك ايمن يعني هي من خلالها نقدر نشتغل. دي نكبر، وجي حرف الدي، والجي حرف الدي بالعربي، والجي تكبر او تصغر. تمام وهنا تختار منا يعني يا اما سالب اللي هو انفيرس، او زائد اللي هو اضافه. هسه الاضافه بهاي الشكل راح تكون، وتقدر تصغر الحجم الصوره يعني حجم الباث مالت الدائره. الدائره تقدر تحجم الحجم مالتها تقلله منه. قلنا من انه يعني يا اما زائد العفو دي او جي. جي على مود الاطراف، نهايه مالت الاطراف ما تعيقني. بهاي الشكل على كيفي على كيفي على كيفي. وتقدر انه انت اذا مثلا تجاوزت مثلا منه، احنا تجاوزنا وطلعنا، عفوا كترب، اذا مثلا طلعنا منه مثلا فتجاوزنا شيء بسيط مثلا، نفترض هذا الشيء بسيط، نقدر للسالب ونرجع نحذفه. بالسالب نقدر نرجع ونحذفه، وبالزائد نقدر نرجع ناخذ ونكبر. قلنا دي وجي، دي تكبر وجي تصغر. تمام توقع واضح بالنسبه لي. هاي هاي ذكرنا انه اكثر اداة مهمة اللي هي هاي. هاي الاداة اكثر شيء اداة مهمة. تمام تمام احنا عندنا الكروب. الكروب هاي دائما نستخدمها احنا، ومهمة جدا طبعا الكروب. هاي الكروب جدا مهمة انه اذا في حال مثلا عندي هذا الشكل باكمله، يا اما اريد اعدل الصوره، هاي الصوره انا عندي بهذا البعد اريد اعدل عليها، اريد مثلا اخذ اقتطع فقط هذا الجزء، فمباشر دراج يعني من النص من قبل احدد عليها واقول له اوكي فقط هذا اريد الشكل انا. تمام او لا كترول الت كترول العفو كترول الزيت، نرجع للخلف كترول الزيت، او لا نضغط على الشاشه راح تنفتح لي، راح اغير بالابعاد بهاي الطريقه، الطريقه اللي تعجبني. مثلا اريد اكبر عن الصوره ما اصغرها، اكبرها، اقدر بهاي الطريقه اكبرها. يعني في حال انه الشيت انا صار عندي صغير اريد اكبره، فاقدر اكبره بهاي الطريقه. اوكي طبعا بذكر انه التكبير، بذكر التكبير انه اكو شيء اسمه عندنا كترول ار، اللي هو كترول ار هو الرول اللي هو المسطره. المسطره نقدر من نضغط عليها ونقول له مثلا الريد مثلا انش او الريد سنتيمتر، ونضغط عليها نضغط ونسحب، نضغط عليها بالايسر ونسحب فراح يحدد لك انت تريد مثلا تريد تحدد ابعاد معينه ومنها ايضا نحدد. فهكذا نقدر نحدد ابعاد يعني ابعاد الشيتات، ابعاد الشيتات نقدر نحدد ونقسم وهكذا. سيلكت تول، سيلكت تولز
هاي الأداة إنه هذا اريد نقسم الشيت، راح أذكرها بعدين طبعا مو وقتها هسه. إذا عدنا في شيت معين ونريد نقسمه، نكمل طبعا على الأدوات. الأداة هاي الأداة جدا نحتاجها في حال إنه مثلا عندي فت خامة معينة أو لون معين هنا عندي وأنا أريد أستخدمها، هذا اللون مثلا لون وجه هذا الشاب، نضغط عليه هيك بهاي الطريقة فراح يحدد لي تلقائيا، أو نضغط على هذا اللون راح يحدد لي تلقائيا. وهي جدا مناسبة الأداة اللي هي هاي. أوكي، بالنسبة لهاي، هاي الأداة، ذن الأداتين، ذن الأداتين نستخدمهن support healing brush tools و healing brush tool. نستخدمهن وين؟ في حال إنه الوجه بيفدد تفاصيل يعني نحتاج نخفيها بهاي الطريقة، إنه في التفاصيل نريد نخفيها بالوجه فنستخدمها. أوكي، وهنا نعطيك الت بهاي الطريقة. هاي الثانية هسه، هاي هنا بالتشابه، هنا بالتشابه مثلا هذا الجزء اني واخذه اخذه اخذه منه لما يكمل على هذا، راح هذا يمثل لي لما يوصل لهنا، بينما الثاني لا، الثاني تضغط الت تضغط وتحدد الجزء اللي تريد تلون بنفسيته. مثلا هذا الجزء اللون مالت هذا اريده يتلون هنا، فاضغط على هذا الت واضغط على هذا واجي هنا، فهنا هسه راح يضيف لي اللون نفسي اللي مالت البشره اللي هناك، راح يضيفه اللي هنا، حتى العين باوع بهذا الشكل. يعني مثلا خليته على الحلق، هسه انا الت وعلى الحلق، راح اجي من ارسم هنا راح يرسم تلقائيا الحلق هنا، فاحتاجه مثلا بالصور اذا اريد اضيف صوره واكررها بشكل معين، مثلا هاي هنا واجي هنا اضيف هنا. على ذكر هاي الطريقة، انه اذا مثلا عندي كانت صورة معينة عفوا اوبن، هسه هاي الصورة مثلا على سبيل المثال، اوكي، وعندي في الصورة الثانية نضيفها وياها، طبعا هنا نضغط وشيفت او من فوق وقلنا او من نا قلنا نفتحها، شيفت نضغط مرتين كليك ايسر تنقفل. اوكي، هسه هاي الصوره ما عندنا اي مشكله بها. نجي على هاي اداتنا اللي حكينا عنها اللي هي هيلينج بروش تولز، ونضغط على هاي. اوكي، نفتح القفل مالتها، نضغط على هاي ونقول له الت، اريد هاي يعني، تمام، نرجع على هاي نضغط. نضغط دي، طبعا هو رسم لي هسه بشكل مو صحيح، فاحنا ايش نحتاج؟ نحتاج فقط نضغط بهذا الشكل على مود لا يطلعها لي كلها بهاي الشكل، يعني بهذا الشكل، قصدي انه صورة معينة عندي اذا اريد اضيفها ضمن جزء معين بهاي الطريقة. مثلا هسه صورة هذا الشاب اللي ذكرناه قبل شوية، هذا، فنضغط على الهيلينج و الت نضغط عليه هيج بهاي الطريقة باوع، فقام الرسم يتكرر. اوكي، فهاي الطريقة كلش مناسبة اذا اريد نكرر صورة. نرجع هسه للخلف، اتمنى فهمت الطريقة بالهيلينج. الهيلينج انه شيء اخذ اللون مالته واكرره، او صورة واكررها بمكان ثاني. نضغط الت نضغط على هذا الجزء مثلا ونجي باوع بهاي الطريقة، راح تجي هيك كصورة، او نضغط على هذا باوع بهاي الطريقة، او نقرب عليها ونصغر بالدي، العفو بالجي، نصغر على مود لا ياخذ لي صورة كبيرة كلش، وناخذ الالت يعني حسب الكبر الدائرة راح ياخذ فقط هذا الجزء. هذا الجزء انا ما ينفع، انا فيش اقول له جي اريد هذا الجزء ياخذ لي. اوكي، العفو، اي هسه اخذ لي هذا الجزء، هذا الجزء هسه من ارسمه بهاي الطريقة، او مثلا اضيفه هنا او اضيفه هنا او اضيفه هنا او اضيفه هنا بهاي الطريقة، تمام. اتمنى فهمت الطريقة هاي. هنا عندنا البروش تولز، البروش تولز هي عبارة عن رسم يعني لون صبغ بروش يعني. نضغط على الدين كبر و
ونرسم، نقدر نرسم بهاي الطريقة. إذا عندي في لون معين نضل نرسم به. على سبيل المثال إذا عندي في الجزء محدد، جزء محدد هذا وأريد أنا ألون بكيفي بي، أجي قبل على الألوان وألون بهاي الطريقة، باوع بهاي الطريقة نقدر نلون. تمام، كترول دي كترول زيت إذا أريد نرجع الخف، وكترول دي نحذف السلكت. هذا هسا إحنا محدد، هذا المحدد إذا نريد نقصه شو نسوي؟ نروح قبل على الموف نقدر نقصه هيك ونحركه مباشرة دي. يعني مثلا على سبيل المثال هاي أنا الخلفية، هاي إذا ضغطت عليها نفتحها ونضغط على الخلفية هاي بالخلف، ونضغط على سلكت عليها ونحدد جزء معين، هذا الجزء معين أريد نسخه، كليك أيمن عليه وأقول لك كوبي، نضغط على الموف ونسحبه. أوكي، يعني إذا أنا عندي فد لاير معين وأريد آخذ منه جزء معين، أضغط عليه هذا اللاير وأجعل التحديد، تحديد أيا كان التحديدات اللي ذكرناها مسبقا، ونحدد الجزء اللي يعجبنا مثلا، وكليك أيمن عليه ونقول له شنو هو كوبي، أو ممكن مرات كات، أعطيه كات إنه يحذف إلي نهائي بحيث من أخفي منه راح يختفي، أو لا أنا ما أريد كات، أريد أرجع للخلف وأقول له لا فقط كوبي، أريد نسخة من عنده بهذا الشكل ونسخه بهاي الطريقة. أنا نسخته إنه أقدر أستخدمه مكان معين ثاني. تمام، بهذا الشكل. هذا بالنسبة لل، أو في بعض الأحيان إنه مثلا إذا عندي في جزء معين مثلا، مثلا على سبيل المثال لو ضغطنا على هاي، هاي ضغطنا عليها وضفنا هنا فد لون معين مثلا، لو افترضنا هذا اللون الأبيض، وجينا انه هذا اللون الأبيض جاي يعيقني، انا اريد اللون نفس هذا، فايش اسوي؟ اقدر احدد منه واحدد عليها كلها هاي هيجي وانطي فول. الفول شو اقول له؟ طريقتين، يا اما اقول له اريد لون اني باستخدام لون واريد اللون هذا اضيفه الي على كل هاي على مود هاي تختفي، وانطي اوكي، وانطي اوكي بهاي الطريقة، او لا طريقة ثانية اللي هو كليك ايمن عليه وايضا تنطي فول، تنطي شنو هو كونتنت اور. الكونتنت اور هي انه اذا عندي فد نقطة معينة مثلا شامة او فد او فد خط معين واريد احذفه اني، اريد احذفه بالتزامن وين الخلفية، فبهاي الطريقة اختار هذا وانطي 100% وانطي اوكي، بهاي الطريقة راح ينحذف. مثلا على سبيل المثال كتابة عندي، كتاب على سبيل المثال بهذا الشكل، نعطيها اوكي وندرجها ويا هاي الصورة وكأنه مدرجة هي من ضمنها، يعني كليك ايمن ميرج، يعني اذا ندرج هنا اللير هذني نضغط على الكتابة ونضغط على اللير الاسفل من عندها ونضغط عليه كليك ايمن ونقول لها ميرج، عفوا اللي هاي الصورة وهاي الصورة، ونضغط على ونقول لها ميرج. هسه صار الصورة واحدة، نرجع على الموف ونضغط عليها. هسه هاي انا عندي كتابة، انا شلون اخلص من اداه؟ انا اريد فقط هذا الشكل، فاروح مباشرة على هاي الاداة اللي هي مالت السلكت ونختار هذا يكون بحيث انه يعطيني ضمن اللون مالته، ونختار عليه. يعني شلون ضمن اللون؟ يعني مو فقط الشكل احدد، احدد كون الخلفية اللي اريدها هي نفسها، وانطي فول واختار الكونتنت اور 100% وانطي اوكي. طبعا بعض الاحيان ما تتحقق 100% اذا كانت اكو في التشوه بالشكل، بهاي الشكل هسه انحذفت عندي. تمام، تمام، هسه هاي الفقرة وضحناها. الكولر رينج ممكن بالكليك، يعني اذا انا عندي على الخلفية بدل ما اروح على على السلكت هنا كولر رينج، ممكن عليها هاي انا هنا مثلا مختارها وكليك مين هنا انطي كولر رينج، او مثلا فري ترانسفورم، فري ترانسفورم اللي هي الموف، بدل ما اروح ليها انا اقول له قبل فري ترانسفورم فيحدد لي منها قبل، اظل احدد اني او انطي شيفت واحدد بهاي الطريقة. خلصنا من عندها. طبعا هنا عندي هاي خلصنا من عندها. طبعا انا طبعا هذه ختم يعني خد اختام معينه يعني، فانا ما نحتاجها. يعني هنا هاي الهيستوري بروش، يعني اذا انت شنو سويت الهيستوري بروش يعني راح يراجعك للخلف، يعني تقدر ترجع. يعني مثلا اذا انا رسمت هذا بروش، رسمت هنا بروش معين، هذا البروش معين اقدر ارجع به للخلف. يعني احنا نعرف البروش ما نقدر نحذفه بسهوله، فنقدر نحذفه بالاداه هاي مال هيستوري بروش، نقدر نحذف البروش اذا رسمناه بالهاي الاداه. اوكي، اما بالنسبه لهنا الارس هاي حذفناها، هاي افتهمنا طريقتها، يا اما نكبر هسه بدي ونحذفه بهاي الطريقه، يعني في حال انه ضغطنا نحذفه بهاي الطريقه، بهاي الطريقه بهذا الشكل، يعني نحدد ونضل نحذف نسحب يعني بالحذف، او للباك جراوند، باك جراوند في حال انه خلفيه اكو نحذف بيها
العفو الباك جراوند انه فد لون عندي معين نحدد على اساسه، ذكرته مسبقا انا ما اعتقد انه اكو حاجه يعني نشرحها مره ثانيه، وهاي ايضا شرحناها. هنا عندني البولار تولز، البولار هاي كلش مهمه. فعلى سبيل المثال لو كبرنا هاي تضيف لك في الدقة، يعني في الدقة تضيف للأشكال يعني. احنا هسه أكثر أداة نستفاد من هنا اللي هي هاي والبصفة، إنه تخفف لي إذا عندي واجهة مثلا على سبيل المثال من الواجهات وكان اللون مالتها صارخ. اكو مشكلة اليوم بالفوتوشوب، فهي هاي الطريقة مالت السحب والافلات تشتغل دائما، بس اليوم عندي خلل بيه. اي فهاي هسه مثلا اريد اخفف الالوان مالتها، هاي فاجي وين؟ اجي على البروش تولز، هنا اخفف الالوان مالتها بهذا الشكل. طبعا منها اقدر الاكسبوجر قلله على مود يخفف لي هواية. اوكي بهاي الطريقة حتى الالوان تكون بسيطة بهذا الشكل يخفف لي قوة. او مثلا اذا اريد نزيد الاضاءة احنا بهاي الأداة أيضا دي بهاي الشكل، احنا راح نضيف إضاءة للشكل تمام. مثلا الأجزاء اللي ما بيها إضاءة نضيف لها إضاءة تمام. هنا ها شرحناها التور ال الكتابة، الكتابة بالنسبة للكتابة يعني طريقة ثلاث طرق طبعا. كتابة ستوري اللي هو بشكل شنو أفقي نكتب وهكذا، ما عندنا أي مشكلة. نكبر منه نوعية الخط تمام بهاي الطريقة، ونقدر منه نختار نوعية الخطوط تمام بهاي الطريقة. نوعية الخطوط نختارها الخط اللي يعجبنا، انجليزي عربي اغلب كلها تقريبا موجودة احنا تمام. وهنا حجم الخط، حجم الخط انت اللي يعجبك. اكو هنا انواع حجوم، واكو ممكن تحدد مثلا 160 على مثلا هكذا اللي انت يعجبك، او مثلا بشكل عمودي ترسم الكتابة مثلا بهاي الشكل كتابتك انه بشكل عمودي، تكون بشكل عمودي بهاي الطريقة. اوكي او تضغط على هاي، على هاي اذا تريد تسويها في التشكيلات بهاي الطريقة انه بالكتابة مثلا بهاي الطريقة انا اريدها بهاي الطريقة. مثلا عندي في الجزء دائر كيرف وبهاي الطريقة اريدها تكون مثلا هيج هيج، فتقدر انت هنا تسوي تشكيلات مختلفة، او هنا بهاي الطريقة يعني تقدر بتشكيلات مختلفة، هنا تشكيلات مختلفة تقدر تستخدمونها هنا مثلا التحكم بالخطوط، اي خط انه انت ترغب بيه وتتحكم بيه. اوكي هنا عندك اذا تريد يعني بالمنتصف بالبداية يعني يسار يمين منتصف، واللون منه تغيره، لون الخط منه نغيره اللون اللي يعجبنا. يعني نحدد الخط يعني كليك هنا عليه، نجي نحدد اللون ونغيره تمام، نطيه صح. او اكو شيء اسمه 3D، 3D اذا تريد تحوله 3D انت الشكل يعني شكل اذا تريد تحوله 3D. بعد شو عندنا؟ اذا اريد مثلا نشتغل شكل دائري، دائري كير مثلا على سبيل المثال هذا الشكل مثلا. ها طبعا قبل لا نرسم هذا الشكل نحاول شنو، اذا نريد الكتابة يعني تلتف حول الشكل الدائري فنروح على الباث ونروح على هذا اللي هو الريكتانجل ونرسمه بهاي الطريقة. طبعا انا هنا محددها لذلك ترسم بشكل دائري، اجي منه واقول له لا ان كونستريكت على مود لا يرسم لي شكل دائري، اريده مثلا بشكل بيضة وبهاي الطريقة، واجعل الكتابة ومن هنا اجي راح بهاي الطريقة يتحول للسهم واكتب كتابتي بهاي الشكل، ارسم كتابتي تمام اعطيها صح. واجي وين بعد؟ اجي على هاي اللي هي باث سيلكشن، اضغط عليها واحوله للاسفل اقول له انا اريده مثلا اريده الكتابه اللي فوق لجوا، اذا لي فوق اريدها اسحب لي فوق، واذا اريدها لجوا اسحب منها لجوا، يعني تتغير حسب الخط. مثلا هسه لو افترضنا هسه مثلا بالعربي نكتب لنا فشي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هاي هسه الكتابة وين؟ للأسفل صايرة صح لو مو صح؟ صح. فإذا أجينا هنا
العفو قصدي لفوق، فإذا سحبنا باي الطريقة راح نسحب للأسفل فتنقلب، إذا سحبنا لفوق تتحول باي الطريقة. شوف إذا أريد أرجع لفوق نسحب هيك، أوكي، نضل نسحب لفوق لجوا نتحكم بيها، وهكذا. هاي إحدى طرق الكتابة، أنه بالتدوير أو باستخدام التكست التدوير مالته، يعني يعني التكست هذا، العفو، اللي هو هذا. نقدر احنا نشتغل ايضا تدوير واشكال معينة هنا هاي ذكرنا انه اكو اشكال بها، هاي مثل ما ذكرنا انه هنا نقدر نستخدم اشكال، يعني اي شكل ممكن انه نرغب به نقدر نرسمه هنا. نحاول فقط الشيب ونختار اللون اللي نحتاجه، مثلا اسود، اي لون بالضبط، مثلا اي لون انت راغبة، اي لون راغبة انت بالضبط، او من هنا نختار من شبكة الالوان، اوكي، نختاره ونحدده، او ممكن شكل بهذا الشكل، او مثلا بهاي الطريقة مثلث او هكذا، او نجي لهنا عندنا اللي هو خط، يكون قد يكون عبارة عن خطوط، وهاي الخطوط ايضا نقدر نتحكم بيها، نجي منها على النوع مالتها، ممكن منقط مو منقط، هاش مو هاش، او الحجم مالت الخط بالضبط، خلي بهذا الحجم، ممكن بهذا الحجم الخط هيك، بهذا عبارة عن خط هو بهذا الحجم، واغير اللون مالته، مثلا اخلي بهذا اللون، بهذا اللون، بهذا اللون، بهذا اللون، وهكذا. او الكوستم شيب، الكوستم شيب اللي هو بأسهم وبصور مال الحيوانات وغيرها، اللي هو هذا، نقدر نسحبها هاي. بهاي الطريقة، اوكي، تمام. هاي هنا بان، اذا اريد نحرك هنا الزوم، هاي الزوم طبعا في اكو فد طريقة انه في حال سلكنا شيء معين ونريد، مثلا سلكنا هذا الشيء ونريد نحذف، مثلا هاي هذا الخط نريد نحذفه مثلا من عنده، يعني نريد نستثني، فش نسوي؟ نضغط على هاي الاداة، راح يسوي لي هذا التحديد، يطلع لي فقط الجزء المحدد. فانا شو اسوي؟ اروح على البروش تولز واصغرها مثلا هذا الحجم، واقول له ارسم لي هنا هذا، اذا يرسم لي هنا هذا راح يستثني. احنا نرسم على كيفنا، انا بس على السريع نرسم على كيفنا الحدود مالته على مود شنو يكون دقيق، اوكي، او ممكن نغير منه. طبعا دائما الاسود يرسم لي انه لون، يعني ينطيني ان سيلكت. هسه لو احذف هسه ان سيلكت صار، لو اختارينا مثلا اللي حولنا بالعكس، هاي خلينا ابيض، هنا لا راح يصير شنو سيلكت، راح يصير باور سيلكت. لو وخرنا هذا راح يصير سيلكت، اوكي. اتمنى تكون فهمت الطريقه هاي، اكو سيلكت وانا سيلكت بهاي الطريقه. احب انوه لموضوع معين طبعا، اللي هو كالتالي، لو فتحنا مثلا صورتين ورد ندمجهم مع بعض، يعني هسه هاي الصوره على سبيل المثال، هاي عفوا، نفتح بها هاي الصورة ونريد ندمجهم مع بعض، يعني احنا ذول هسه ذولا نحدد اول وحدة ونضغط بعدين شيفت وبالاخير يتحددون كلهم، نعطيهم ديليت، اوكي بهاي الطريقة. هاي الصورة ابدا اخفيها وي هاي دمج، يعني لو افترضنا بهاي الطريقة نسحب، اوكي، نضغط عليها على هاي نريد ندمجها وي هاي، ونروح نعطيها ماسك، ونضغط على الماسك مالتها، ونروح وين؟ نروح على الجريدينت، ونروح وين؟ نضغط على هاي اللي هو شفاف، اللون الشفاف، بس شرط اللون الشفاف شنو هو الاسود، نضغط على هاي الصغار الدائرتين الصغار، ونخليه فقط الاسود المختار، ونجي نبلش بهاي الشكل، بهاي الطريقة. طبعا انا المفروض اختار هاي اول واحدة بهذا الشكل، هذا الشكل باوح، وكأنه صار صورتين مدمجات مع بعض، يعني اول شيء الصورة نضيفها الاولى وبعدين الثانية، والثانية نسوي لها ماسك منها، ونضغط على الماسك مالتها هذا، ونجي على الجريدينت، وشرط الجريدينت الشفاف، وشرط مختارين الاسود من عند اللون الاسود هذا، ليس الابيض، لان الابيض ما يشتغل، فقط الاسود. هاي واحدة من الأمور اللي حبيت أنوه عليها.
طبعا في حال السكرول ما تشتغل فنضغط كترول كي السكرول بالماوس، نضغط كترول كي ونروح على التولز ونختار منه زوم وذ سكرول. تمام، في حال الكتابة مرات ما تشتغل فاكو شيء اسمه ايست، ايست هنا اذا ما متفعل توقعوا متفعل. تمام، في بعض الاحيان نجيب فد شكل معين، يعني مثلا كتابة معينة، العفو، فد كتابة معينة نكتبها، يعني هذه هسه مثلا كتابة معينة واريد اضيف لها فد يعني فد شكل، يعني فد تكون لها فد ظل. مثلا على سبيل المثال انا اختارت لها هاي اللون هذا واريد لها فد شكل معين، يعني العفو فد ظل معين. هذا الظل شلون نكونه؟ الظل هذا نكونه منه نجي نضغط عليها نفسها ونقول له شنو هو، العفو من هذا منه من اف اكس نطيش شنو هو دروب شادو، دروب شادو. بهاي الطريقة نختار اللون كل الأسود اللي احنا بهاي الطريقة، ونحدد هنا التلاشي مالته، قيمة التلاشي، الحجم مالته بالضبط كم نريده، وهكذا. طيب اوكي، او ممكن بعض الاحيان احنا شنو فد شكل معين مثلا عندنا اذا كان بلان معين مخطط، يعني عندي فد مخطط معين وهذا المخطط اريد اسوي له فد فد تلاشي مثلا بالمنتصف، مثلا من المنتصف اريد اسوي له فد لون. من السنتر تقول له ستروك، ستروك هنا شو يسوي ستروك؟ يعطيك فد حجم بهاي الطريقة. مثلا انا اريد اقول له الاوتسايد بهاي الطريقة راح يصير، وتحدد انت الحجم مالته ايش قد الاوتسايد مالته اللون. يعني في حال عندنا مرات خطوط الاوتوكاد من تجي للفوتوشوب تكون ضعيفة، احنا نقدر نطيها بستروك ونضيف لها فد قيمة معينة على مود تكون شوية قوية الخطوط، نطيها اوكي. تمام، بهاي الطريقة. بعد ايش عندنا نشرحها؟ طبعا ها عندنا الاكسبورت، الاكسبورت شلون نحول اكسبورت؟ اكسبورت هنا احنا قلنا شلون نسيف ملف او نطي اكسبورت، اكسبورت هنا اكسبورت از نطي سيف، يعني منا هنا هاي الحجم نفسي الطبيعي، ونحدد منا الصورة شنو نوعها بالضبط، شنو نوعها والابعاد مالتها، الصورة مثلا جي بي جي الابعاد مالتها والدقة مالتها بالضبط هنا كم، هاي هسه يقول لي هاي على شيء، ونسيفها حسب الاصول. تمام، طبعا مرات بعض الاحيان عندنا شنو بي دي اف نريد نضيفه، فمن اوتوماتا بي دي اف ستيشن نضغط الصورة اللي نريدها، مثلا عندي انا في الصورة معينة اريد اشتغل عليها اريد احولها، يعني ونسيفها بي دي اف بهذا الشكل هنا هاي كواليتي. اوكي ماكو اي مشكلة، نحفظها نروح منها وين انحفظت، اتوقع هذا هو ملف البي دي اف، اي اوكي هذا، فصارت بشكل ملف بي دي اف، وهذا راح يحفظها لي وين؟ بالابعاد مالتها نفسها، يعني لنفترض انه انا عندي هاي الصورة هسا اللي هي ابعادها اللي هو ابعادها 270 هنا ومنها من صفر الى صفر خمسة، فهاي لو اسيفها على شكل صورة اوكي، بس بس ثواني يعني اوكي احنا لو قلنا اوتو وين هي اوتو نطي ادت اوبن فايل، ادت اوبن فايل وش اسمه هذا 4 4 نختاره فقط هو 4 4 نقول له اوكي نقول له حوله الي، يعني بدل ما اروح افتح انا ملف موجود عندي اصلا هو، نقول له يس حفظه الي ونطي هاي كواليتي ونطي سيف، هذا راح يحفظها لي بنفس الابعاد مالتها اللي انا محتاجها، احدد ابعادي هنا من الايمج سايز ونحدد الابعاد مالتنا ونحفظها بي دي اف بهذا الشكل.
لكو فهد مشكلة بالملف يعني. أوكي بس هو هاي الطريقة أنتم اعتمدوها يعني، تمام؟ أو ممكن هي الصورة نفسها إحنا نسيفها، سيفها بهذا الشكل هنا، أوكي؟ بهذا الاسم، تمام؟ بعدين بهاي الأبعاد يعني إحنا سيفناها بهاي الأبعاد، نتأكد إنه هاي الأبعاد الحقيقية، أوكي؟ بعدين نجي أوتو ما ميت بي دي إف، نقول له إضافة اللي هي وينها؟ هاي ضفناها السستة ونحن حفظناها، سيف، ضيفها لي هنا، احفظها لي بهذا الشكل وأعلى جودة حسب الأصول. جقد هسه أبعادها هي؟ قلنا 270 منا ومنا 5 اللي هو بالسنتيمتر. نجي على الملف، العفو اكو خلل بيسار الملف، نجي نكرر الطريقة مرة ثانية. اوكي باي كواليتي، اعطيها اوكي، تمام. فتح الملف عندي، تمام. اللي هو شقد هنا؟ طبعا نشوف الملف هنا اللي هو 270 هنا، هاي هسه 270 هنا، هاي منا 150. لو نرجع هاي منا شقد؟ 50، هاي منا شقد؟ 70، يعني مضبوط، تمام. ها احب اذكركم انه هنا هاي الملفات نقدر يعني هاي كلها هاي ندرجها بلاير واحد. اذا اريد نحول ملف كنا العفو، اذا نريد انه ندرج يعني ذن الصور مع بعض جميعهم مع بعض، فش نسوي؟ نفتح لاير جديد ونضغط عليهم كلهم نضغط عليهم، اوكي، عفوا نضغط عليهم كلهم شيفت، ونضغط عليهم كلهم ونقول له ضغط، ونقول له ميرج لايرز، اوكي، بهاي الطريقة. او طريقة ثانية انه شو نقول؟ نحدد دولة، اوكي، وش نقول له؟ ايضا ميرج لايرز نفس الطريقة، او لا شو تسوي؟ تضغط هنا هذا اللاير اللي انشأته الجديد وتروح على ايمج، وش تقول له؟ بلاي ايمج، راح شكو ملفات هنا اسفل ذني يدرجها لك باول لاير، يعني اوكي هاي تبقى شغالة لايرات، يعني ما عندي مشكلة، بس هاي يدرجها لي بصورة واحدة جي بي جي، تصير كل التعديلات والكتابات والصور المضافة والشعارات كلها تنضاف ضمن لاير واحد هنا عندي. وهنا طبعا هاي نقدر نتحكم بيها، اخفاء ما اخفاء، او نضغط عليها ونسوي لها مثلا نسوي لها دبليكيت، مثلا دبليكيت لاير، انه اسوي مثلا اكثر من لاير من عندها واعدل على اللايرات منها، او اسويها جروب مثلا هاي الملفات كلها واسوي مثلا جروب من عندها بهذا الشكل، جروب واخفي، او هذا الجروب نفسيته واسوي له ميرج جروب، يعني بهاي الطريقه، يعني هواي امور نقدر احنا نتحكم بيها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.